وبين جدران دافئة وأكيد رعاية وأخوة وحنان، صور من صور الرعاية وصور الأمومة المميزة يلي طبعاً قدرت أنه هي تجمع عدد من الأطفال مع بعضهم ضمن طبعاً حدود SOS. أكيد يا سلمى، وهون للأمومة معناها الحقيقي بأرقى صورها والإنسانية والمشرفة لعاطفة ورعاية وحنان الأمة يلي بتمنحه الأم البديلة اليوم لأطفالها وفاقدي الرعاية لحتى ترسخ مقولة الأم هي التي تربيها. واليوم رح نتعرف على السيدة رانيا حورية، نموذج للأم البديلة والراعية داخل قرى الأطفال SOS. يسعد صباحك وكل عام وأنت بخير. أنت بألف خير يا رب، كل عام وانتم بخير وانت بخير. رمضان كريم عاد عليك يا رب، الله يسلمك. خلينا نبلش مع حضرتك. اليوم الامومه مو بس عاطفه بتخلق عند كل سيده لما بتصير ام، كمان الامومه واجب ومسؤوليات. يمكن حضرتك اخترتي انه تكوني بموقع دقيق وحساس جدا، ليه اخترتي هذا الموقع؟ هلا اول شيء انا كثير بحب الاطفال، كثير بحب اتعامل مع الاطفال، ومن زمان بشتغل بجمعيات شيء بيخص الأطفال، وقد صار فرصة أني أنا أقدم على SOS وكون بهذا المكان، فأنا ما فكرت أبداً، قدمت وصرت بين الفريق صراحة. حضرتك سيدة رانيا، أنت أم لكثير من الأطفال، وبرغم أنه أنت مانك متزوجة وما عندك أطفال، كيف مثلاً تقدري أنه أنت تعطي كل هذا الكم العطاء؟ يعني فينا نطبق مقولة فاقد الشيء يعطيه ولا لا طبعاً. يعطيه هون؟ طبعاً فاقد الشيء يعطيه، يعني وقت بتكوني بهذا المجال بهذا المكان فعلاً تعرفي انه انت حتى لو ما عندك ام قادره تعطي هي العاطفه الامومه، وهذا الشيء كثير حلو بالنسبه لي ومحقق انه تشوفي نتائجه مع الاطفال، فهو شيء كثير كثير حلو. اكيد. يعني اليوم حضرتك، خلينا نحكي شوي، اليوم ايمت بداتي دورك بهذا المهام كأم بديله مع اطفال عدد كبير منهم؟ بنعرف بقرى SOS تجمع عدد من الاطفال اللي انحرموا من رعايه، انحرموا من شعور انه يكون لهم ام. من 4 سنين انا موجوده بSOS بمنصب ام. كيف توصفي لنا هالتجربه؟ هلا التجربه كثير حلوه، انك فعلا توصلي هي العاطفه حتى لو ما عندك ام حقيقيه، كيف بتزرعي هدول القصص، بتشوفي نتائج الاطفال او النتائج اللي انت عم تشتغلي معهم للاطفال على ارض الواقع، فهو كثير شيء كثير حلو. اكيد يعني خصوصا هي المهمه ما انا سهله ابدا. الام يعني الواحد بتقول مثلا انا ابني ممكن شوي مثلا اتركه على راحته، ولكن انت مع فاقدي الرعايه اليوم ممكن تحسي بمسؤوليه اكبر تجاه هي طبعاً. المهمه كيف عم تقدري مثلا تنظمي بين انه انا بدي اكون مسؤوله على هدول الاطفال اكثر من انه حتى لو كان عندهم ام حقيقيه او اهل انا عم انتبه عليهم اكثر؟ طبعا هلا دوري بيكون مضاعف، هو بتبذلي جهد اكثر يعني مع هدول الاطفال، وغير انه انت بالحال العاديه بالبيت بتعطي هي الرعايه، بتهتمي بتفاصيلهم، بتطبخي، كل امورهم بتكون موجوده، بنساهم اكثر يعني بيكون دورك اكثر من بانك تشتغلي معهم على الاندماج الاجتماعي، يعني تدمجيهم بالمجتمع لحتى بس يكونوا اشخاص فعالين، ترفعي مستوى وعيهم، تعلميهم على او تعززي الاستقلاليه تبعت الاولاد، يشارك برايه، يشارك بحل مشاكله، نقوم بانشطه مثلا، نروح نزور جزء من عائلتي، انه يصير في بيناتنا هذا الخلق، الرابط الاسري انه بيناتهم، فهو عم يعمل كثير شيء حلو، وبتعززي قيم مجتمعيه فيه لحتى يطلع شوي فعال بالمجتمع وترفعي مستوى وعيه. اكيد الام اليوم مهمه كثير صعبه، قلنا بالبدايه لها مسؤوليات ودقه وحذر بالتعامل، خصوصا اليوم حضرتك عم تتعاملي مع اعمار مختلفه، مع بيئات مختلفه، عدد كبير من الاطفال. خلينا نحكي شوي اليوم كيف نمط حياه الاطفال فاقدين الرعايه ضمن SOS. هلا نحكي عن امر انه في صعوبه بانك انت توازني هذا البيت مثلا او تحافظي على استقراره، فهذا بيتطلب انه كمان جهد،
جهد أكثر مني. أكيد مثل ما قلتي هي مجهود صعب كثير. إيه بيطلب جهد وبدك تحافظي على تحافظي يمكن على قديش لازم يضل في صلة وصل بينك وبين الأطفال. أكيد إيه. يعني الأطفال خلينا نفهم منك إنه الأطفال ضمن عائلة ومو بس إنه مؤسسة ولازم يكونوا ضمن قيود والتزامات هنن مضطرين إنهم يواجهوا هنن ضمن عائلة وضمن بيت ممكن يكونوا يعني في غيرة مثلا إذا حبيتي طفل أكثر من طفل ممكن طفل ثاني طفل أكثر لا ما فيك تحبي ما فيك تحبي طفل أكثر يعني في غيرة هلا ممكن إنه يكون في حدا بيقلك إنه أنا ليش ما عملتي لي هيك لا عملت هيك بس بالمجمل ما في ابدا ما في تمييز ما فيك تميزي اساسا يعني هذا الشيء الخلاق والانساني اللي انت عم تعملي فيه ما فيك تتعاملي مع طفل بالنهايه كل طفل جاي من بيئه مختلفه من خبرات مختلفه من صدمات مختلفه احيانا بدك تكوني عم تقومي بدور الدعم واحيانا لحالك بتلاقي صعوبه انه انت ما فيكي لحالك تقدمي بتضطري بمحل انه يعني تاخذي حدا خارجي خارج المنزل ما عندك داعمين في عندك اخصائيين نفسيين في عندك مدراء حالي احيانا كمان في حالات بتضطري انك تعاملي مع او مو اضطراريا بس ليكملوا عمليه الدعم والرعايه انه يكون عندك مزود خدمه خارجي مثلا حتى الكادر كله بي اس او اس هو شريك بالرعايه وبالدعم صحيح. طيب ست رانيا خلينا نحكي شوي اليوم كمان الأطفال اللي موجودين تقريبا من أي سن بينقبلوا لأي سن بيضلوا ضمن SOS شو الرعاية اللي بيتلقوها إن كان الرعاية التعليمية وأيضا الرعاية الاجتماعية والنفسية؟ تمام. هلا الأولاد اللي بيجوا لعنا يفضل ما يكون أكثر من 4 سنين بيستقطبون بيكونوا ضمن أول شيء بيكون ببرنامج بالقرية القرية هي تاخذ الطفل من وقت بيجي لعنا لحتى بيصير بعمر المراهقة ل 12 ل 14 سنة بعدين بيتأهل على برنامج ثاني هو برنامج بيوت مجتمعية برنامج الشباب بيكون ضمن كمان إدارة لحاله بيكون ضمن أسس لحاله بعدين بعد ال 18 بدل ال 18 بيطلع شيء شبه الاستقلال على بيوت شبه الاستقلال وبعدين بيطلع الاستقلال أكيد مرت خلال مسيرتك لحظات جدا مؤثرة وعلمت بذاكرتك وكان إلى وقع خاص بمسيرتك خلينا هيك نتذكر شوي معك عن هي اللحظة أو اللحظات اللي مرت ممكن ما بتنسيها مع هدول الأطفال هلا في كثير تفاصيل بتمري فيها هي فعلا خلال اليوم بتمر اكثر من تفصيله حلوه الشيء الحلو انه عن جد صرتي شخص مسؤول اكثر بتكوني انت عند اهلك بتكوني بتحسي بهالضخامه الامور اللي بيكونوا اهلك عم يامنوا لك اياها وقت اللي بتكوني انت بتصيري بهذا الموقع بتصيري انت صاحبة الموقف هون بتصيري بتشوفي شغلات كتير حلوة كيف بيعبروا عن مشاعرهم كيف الامتنان الشكر بتحسي انه عن جد الرضا اللي بيعملوا لك اياه جوا داخلك انه بتحطي ممكن راسك على المخدة انه انت عن جد مأنجزي ورضياني التفاصيل الحلوة اللي بيهتموا بزعلك بيهتموا بتعبك بيهتموا بهاي التفاصيل يعني أنا عندي طفلة صغيرة إنه كل يوم بس تجي من الروضة لازم تجيب لي وردة معها لو كان أي شيء هي عبارة عن وردة أو أي شيء أخضر أو نبتة بتقطفها فهي بتجي كل يوم بننتظر هذا الوقت فهو عن جد بيعمل هيك سعادة بالبيت عنا إنه بس تجي إنه بتجيب لي هاي الوردة خلاص إنه نحن بنعمل حفلة إنه صار ننتظر كل يوم لحتى تجي بهذا الوقت لحتى نعمل هذا شو حلوة هالمشاعر هذا الحفل حلوة هالمشاعر هلا يمكن الام العاديه الاولاد بيقولوا لها مثلا انت بتحبي ابنك الكبير اكثر او ابنك الصغير بس بالحاله اللي نحن عم نحكي فيها الام اللي بتكون ام عم ترعى اطفال كثير فاقدين الرعايه ما فيها تميز حدا عن حدا الكل بدهم يكونوا بنفس السواسيه وما عندها ابن كبير وابن صغير وابن وسطاني كلهم بنفس المجال هذا يمكن هو صعوبه ايضا من صعوبات هي المهمه
طبعا هي صعوبة لأنه أنا وقت بدك تشتغلي، نحن كل طفل بيجي لعنا في عنده خطة محددة إنك تشتغلي فيها، في عنده احتياج محدد لحتى أنت تشتغلي فيه، لهيك ما فيك تميزي، بس فيك أنت بس حسب كل طفل شو هو عنده احتياج نحن نشتغل عليه لحتى بس نرفع مستوى وعيه ونحسنه بس لحتى يطلع على المجتمع. أكيد أكيد أكيد. بالختام بدنا نرجع نعايدك سيدة حورية، وكل عام وأنت بألف خير. كنت معنا اليوم سيدة رانيا حورية، وأكيد أنت المعنى الحقيقي للأم البديلة وفقد الرعاية. شكرا لك. شكرا لك، من عاد عليك بكل خير.